انت دخلت بيتي عشان تطلب ايد بنتي وربنا وفق وانا موافق. سلمى هتكون اغلى حاجه عندي وربنا قدرني ونقدر نساعدها يا رب. وهنشوف اغلى حاجه عندك دي سلمى ولا القصر. ايه وجه المقارنه؟ الواحد لما بيحب حد بيبقى اغلى عنده من اي حاجه. انا شخصيا سلمى اغلى عندي من كل ما املك. لكن الغلاوه مش ملكيه يا فاروق بيه، الغلاوه حاجه اكبر من كده. حلو الكلام، لكن يفضل كلام. يبقى حقيقة امتى؟ لما تكتب القصر باسم سلمى، ساعتها اصدقك واطمن لك. القصر هو صحيح القصر ملكي وانا الوريث، ايوه، لكن انا رافع القضيه علشان نثبت انه عدى عليه اكتر من 100 سنه ويدخل اثار والدوله تحميه بدل ما يتهد. فاروق بيه انا سنين بنحارب لوحدي علشان القصر ما يتهدش ويتاخد ويتبنى مكانه عماره. مين اللي قال القصر قد عليه 100 سنه؟ هي دي الحقيقه يا فاروق بيه. التاريخ، مجلد التراث، كل حاجه بتقول كده. ايه رايك في الهديه البسيطه اللي انا جايبها لك دي؟ المحامين اللي انت رفضتهم هيقدروا يثبتوا ان القصر ده حتى ما عداش عليه 80 سنه. وساعتها يبقى القصر ملكك ونشوف هيبقى اغلى عندك هو ولا سلمى. ورقه القصر في مجلد الاثار. ازاي سرقتها؟ عيب في حد يكلم حماه كده؟ بقى انا هديك وانت تقل ادبك عليا في بيتي؟ لكن انا مش عايز القصر. خلاص يبقى تكتبه لسلمى. انا عايزه يبقى اثار. براحتك، بنتي بره والناس فرحانه وانت براحتك. يعني ايه؟ يعني نطلع ماسكين ايدنا في ايد بعض ونقول مبروك، يا تطلع لوحدك تقول انا مش عايز. مبروك يا جماعه، احنا قرينا الفتح. مبروك. محدش عزمك على فكره. ياما في ناس بتدخل اماكن مش بتاعتها من غير اذن. انت اللي سبقت. بس انا فرح بنتي مش مسموح فيه بالاغراب. الحكايه مش حكايه ورقه من مجلد يا فاروق بيه. انا اللي مد ايده على حاجه بتاعتي بقطعها له. جرب. مبروك. الله يبارك فيك. حاسب يا يوسف، حاسب. انت اتفرج عليا، روح على الميه. هات ميه تاني، هات ميه تاني.
هات 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 روح على التاني روح على التاني روح على التاني هات التاني بسرعة بسرعة مش لازم اسيب القصر ونمشي كان لازم عشان خطوبته لا ما كانش لازم ولا الخطوبه كمان كان ليها لازمه ولا كل اللي عملته انا شغلي اني احافظ على القصر ده مش النجر ورا اللي انا عايزه يلا اكرم اتكل على الله عشان عيالك ومراتك خلي بالك لنفسك يلا كتر خيرك معلش تعبناك معانا لا حول ولا قوه الا بالله انت بتشكرني عشان انا عملت الصح انا اخوك جمال منصور اهلا وسهلا انا جدي ياما كتب عن القصر ده جدك مين اللي كتب عن القصر جوني منصور كتابه مشهور عن الاسكندريه انت هل انت عندك نسخه صح انت حفيد جوني منصور ايوه لما تروق كده بس هنقعد نتكلم احنا ما بينا حكايات ياما السلام عليكم وعليكم السلام الو حريقه صغيره وطفيناها والدور الجاي هنجيبه من اساسه يبقى خلي حماك ينفعك يا يوسف جيت لك قبل كده وما ينفعش بس لسه الفرصه معاك هنشتري منك وبالمبلغ اللي تقول عليه فكر كويس بدل ما تشوفه كوم تراب قدام عينيك السلام عليكم عليكم السلام كنت فين يا شيخ جمال؟ أبداً كانت حريقة كده وطفناها بفضل الله مش قلت لك غير لبسك ده واحلق دقنك مش قادر نحب تمسكك ده لكن الصياعة مع الناس دي أدب مش هزة قوم عارف ما أنا بنقعد على القهوة عادي وبنروح سيما كمان خليك زي حاضر والد جدي رحمه الله والشيخ الزهار كان من أهل التقية حتى إنه في بعض أيامه كان بيروح الكبريهات والمسارح وبيتخفى بإنه بيشتغل هناك رضي الله عن الشيخ الزهار هي كانت فين الحريقة؟ في القصر قصر النوار جنب المقصود يعني أيوه تعرف يا حسن وانا منطفي الحريقه كنت منطفيها بقلب عشان انا افتكرت جدي واللي كان كتبه على القصر وعلى الناس اللي كانت عايشه في القصر ده سبحان من هدى جدك وجعل حفيد الانجليز شاب محترم زيك الحمد لله الحمد لله نعمه وفضل الحمد لله بقولك يا جيمي انا عايزك تعدل لسانك شويه يعني بلاش فضل الله ولا حول ولا قوه الا بالله وجزاك الله خيرا والكلام ده احنا ندوب لحد ما نبات فوحيات عظم الخواجه يا شيخ مش ناقصه يعني ايه يعني احنا اللي يحمينا ان نبقى زي الناس هي دي الفتنه لما تبقى زي الناس تتوه ومحدش يعرفك فروق بقى كده واستلطف واتكلم زي الناس ونصيحه مني ما تخليش قلبك يروح لحاجه لا لجدك ولا لكتابه ولا المكان ولا لزمان دي اسمها حنيه نسوان احنا سلمنا القلب والعقل من زمان لو سمحت فين الشيشه اللي انا طلبتها شيشه وحشيش كمان احنا بتوع كله لحد ما ربنا يمكننا يا رب بقولك ايه هات شيشه كمان لعمك جيمي لا 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 معلش انا صدري تعبني معلش هات له شيشه
الملك فؤاد انتقل وتولى العرش ابنه فاروق الاول. اكتب يا خواجه في كتابك اكتب. انا مش بكتب عن الملوك بوساطي، دول في غير كتير بيكتبوا عنهم. امال يا اخويا بتكتب عن الصعاليك بس؟ ايوه انا بكتب عن الناس اللي محدش بيكتب عنهم، لان هم دول الحقيقه. بكتب عنك، عن بوساطي، كامل افندي، شيخ زهار، اصداف، لان هم دول التاريخ اللي ما بيتحكيش. ولا لينا اي عزم، والتاريخ مش هيستعني يتف على سيرتنا. مين قال؟ مش يمكن سيرتكوا انتوا تكونوا الاحلى؟ المهم تكون الاصدق يا خواجه. على قولك يا بحر، عشان احنا حكايتنا بالاخص كدب فيها مش مهم. الناس بيكذبوا عشان يخلوا الحكايه حرشه ليها طعم يعني، واحنا مفيش احرش من كده. حياتنا ورقه لوتريه اتكسبت وضاعت في المفيش. اكتب يا خواجه في المفيش اكتب. هجيلك تاني يوم وانا بما اقدر ابعد عنك. اني حكمت عليه يجيبني اسلم عليكي. على مهلك يا ضناي، وبقي خلي بالك على روحك وعلى العيال. يلا يا بت يلا. يلا حبيبي. ألفت ما قعدتش؟ أدينا اطمنا عليها. حطيتي كل اللي قلتلك عليه؟ ايوه. طب هاتي هاتي عنك هاتي. تعالي هنا. نعم. تريحة فين؟ طلع على التفيدة هاني. يا التفيدة هاني، انت كل شوية تجوع وتاكل في اوضتها ليه؟ هي أمرت بكده؟ هتاكل كل ده؟ قولي لي يا بامبا. نعم. هي مرات ابنك خلفت كام لحد دلوقتي؟ أربعة. هدت حالي. انتوا ازاي بتخلفوا كتير كده؟ وراهم ايه؟ وشهم في وش بعض للنهار، وانا ربي واشيل. لا انا قصدي يعني في حاجات معينة يعني بتاكلوها، حاجات كده تأكلوها للست أو للراجل، قولي لي يعني. بص يا هان، هو في الأول وفي الآخر رزق، لكن برضو يعني في حاجات. أيوة. إيه؟ حاجات قديمة كده تعلمناها، يعني مثلا الجرجير للرجل كويس، البليلة والعدس واللفت يجيبوا العيل جوام. بليلة وعدس للرجل ولا للست؟ للست. طب شوفي بقى، من هنا وريح كل يوم على السفرة، يبقى في بليلة وعدس ولفت، شيلي الصينية دي. لا يعني متزعك. ملهاش دعوة، أنا اللي أمرت. كل يوم على السفرة يبقى في إيه؟ بليلة وعدس ولفت. يلا. حاضر. وعلى العشاء لما يرجع يوسف بيه تحطي الجرجير كتير. حاضر. يلا. كريم قوي يا احسان باشا. وانت مين بقى يا الدلعات؟ الدلعدي؟ انا رائفه هانم حرم احسان باشا. واني صوفيا هاجوب عشيقه احسان باشا. خير؟ ما هو انا ما ينفعش اصلا اتكلم معاكي. في حرس وخدم بره، ما
ممكن ياخدوكي على بعضك وممكن ياخدوكي حتة. نعم وياخدوني حتة ليه؟ أحسن باشا موجود زي ما هو يا هانم، أنا هنطلع نغير هدومي ونمشي زي الثروة القديمة. مفيش داعي، الهدوم دي بترقصي بأقل منها قدام الناس على المرسح. شرفتي. نطلعوا نلموا حاجتي برا. اطلعي برا. يلا. ايه ده؟ مين قالك تعملي الاكل ده؟ اني قلت يعني. وتقولي من نفسك ليه؟ هتاكليني على مزاجك؟ سيب الصينية واطلعي يا باب. حاضر. بس انا ما طلبتش الاكل ده. ما انا عارفه بس مش مهم. يعني ايه؟ انتي بتحبي الاكل وده مش عيب، بس انا عايزاكي تاكلي الاكل ده لانه مفيد. غصب عني يا خديجه هانم؟ لا بمزاجك طبعا، وانا يا ستي هقعد معاكي لغايه ما تخلصي العدس والبليله واللفت مع بعض. عايزه احسن باشا. يعني ايه عايزه احسن باشا؟ وايه اللبس اللي انت لابساه ده؟ اتحشمي. خش قول له صوفي على الباب احسن لك. انجدني يا احسان، مراتك وبناتك جول البيت وطردوني. حقهم. انا قايل لك من الاول لو حد عرف يبقى كل حاجه خلصت. بس انا ما طلعتش وما قلتش لحد. مش مهم، كده كده الناس كانت هتعرف. أنا حامل يا إحسان. كلام العوالم ده ما يمشيش عليا. تطلعي من هنا على المرسح بتاعك ولا تطلعي على السجن لحد ما تموتي فيه. نطلع على المرسح، كتر خيرك يا باشا. يبقى تلمي نفسك وما اشوفش وشك تاني. حاضر. تمام يا فندم. شوف يا ابني بلط ولا جاكيت ترميها عليها وخرجها من هنا. حاضر يا فندم. ايدك نبوسها يا باشا. ولد وهتربي الرقاصة مش هتشوف طرف. بقول لك يا هندية ما تطلعيش كده فوق قدام الهوانم خالص. ليه؟ حد منهم قال لك حاجة؟ لا ما حدش قال، بس اسمعي الكلام وخلاص. خايفة عليا يحسدوني يا خلبنبة؟ مفيش هوانم يحسدوا يا بنتي، عيب. وهيحسدوكي على ايه يعني؟ على الحبل، هما طايلين. دخلت مرة واتنين، ولا شافت واحدة فيهم عيل ولا دفر العيل. ما يحسدونيش ليه؟ أقول لك ما يحسدوكيش ليه؟ عشان ده ناس تربية عالية. أنا اللي عايزاكي ما تطلعيش كده قدامهم. أفهم برضك ليه؟ لازم البني آدم يكون حسيس ويراعي شعور الناس اللي عايش وسطيهم، وما تجيش قدام حد صايم ولا جعان وتقعدي تاكلي، عيب. ما تتمخطريش في القصر كده إلا لما يوسف بيه ربنا يديله. يا سلام على الحنان. وإحنا كمان هنداري اللي ربنا كرمنا بيه؟ ما يداروا هم العز اللي هم فيه. بصي يا هندية، قلتلك بالأدب وردتي بقلة أدب، ودلوقتي بقولك ما تطلعيش فوق لحد ما تولدي يا هندية، وبجي وريني بقى هتكسري كلامي ازاي.
أصداف. داني قلت حنلاقيكم بتشحتوا جنب المرسب والعباس. ازيك يا فرح؟ الحمد لله يا ست أصداف. رب الكريم ما بينساش حد. تلاقيت غيري ولا ايه؟ كنت مين زيك يا صدف؟ بس انت كنت فين؟ مش مهم، المهم اني نويت نرجع. يا ريت، ده انت تنوري المرسح. صاحبك فين امال؟ في ملكوته بيألف حاجة جديدة. طيب افتح لي اوضتي نغيره ونرتاحه شوية. بس كده؟ تبكيش يا بت؟ كنت عارفة اني حنلاقوك هنا. وحشتك؟ ياه، اخيرا. وايه اللي فكرك بالبحر؟ ما غبتي وقلتي عدولي. اني ما بنرتاحوش غير جنبك يا علي. واني ما بنرتاحوش غير جنب البحر. بس اني رجعت لك يا علي. يا سلام، وكنتي فين؟ مش مهم يا بحر، مهم ان الدنيا بتاخدني وتحدفني تاني على شطك. الدنيا وحشة قوي من غيرك يا علي. ازاي؟ باين عليها حلوة قوي يعني، بتلبس ذهب وفساتين. أنا سمعت انك بتعمل حاجة جديدة حلوة، أنا معك. شوفي غيري أصداف، قصدي يا صوفيا هانم، المرة دي انت مش في الخيال. نعم، امال مين بقى اللي في الخيال؟ اي حد. ومن امتى الكلام ده بقى؟ من زمان. اني حر؟ يوه، ماله الراجل ده يا بساطي؟ حر مين يا بحر؟ ما في حد حر، كلنا عبيد احلام. ايه اللاني يا وديع؟ اللاني وانت عارف ده كويس، اني عبد كيفي ومزاجي. في يا بحر؟ مالك؟ اللي غير حاله؟ استنى 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 يا بساطي، لا تكونش جاي تغير عليا دلوقتي لمعاصي يا بحر. هيوه عليك يا جدع، داني كنت قدامك في الكراخان وما كنتش بتغير عليا كده. جاي تغير عليا دلوقتي يا الدلع دي؟ طب ما هياني. قلت يمكن يبقى لك قيمه لما تسيبي الكراخانه وتحافظي على قيمتك، لكن طلع داقي يا اصطاف. قيمه؟ قيمه مين يا ابو قيمه؟ لا تكونش فاكر نفسك انت والعبيد ده فنانين بصحيح. ده انتوا ما عرفتوش يعني ايه فلوس غير لما اني طلعت على المرسى. لا، لما روحك يا اصداف، اني الاساس، اني الكلمه، وقبل الكلمه في 100 جنيه اتكسبت زمان هي الاساس. اتلمي يا اصداف. اسكت انت يا بساطي، ما تتدخلش. اللي جاب الفلوس على المرسى صوتي ووسطي وباقي ما فيا. حالكوا بقى عيضة من غيري. ما تقوليش قيمه ومش قيمه. عيب القلب انه كان حبك زمان والباقي وعده ومكتوب. يا بحر، فوق وروق وارجعلي. ولا تلزميني يا اصطاف، ولا تلزميني، لا انتي ولا المرسح ولا وشك ولا وسطك. اني وعودي في حضني مالك زماني. غوري، خد البتاع ده في ايدك وغوري. يلا يلا، اهدى يا بحر. بلا اهدى بلا نيله، اتكلوا على الله ويلا غوري. يا أصداف، تزعليش من بحر، هو كلامه تقيل بس طيب. أنا حامل يا بساطي. حامل إزاي يعني؟ من مين؟ هو المفروض نعمله إيه دلوقتي؟
أنا دقت العز والمر ورا بعض يا قصادي، طلعت السلم وما لحقتش ناخد نفسي، نزلت على طول. وأول ما عرفت إني حامل ما قلتش لحد، جريت على ساعي على البحر ولقيته كاره من شيء. ده خبر من أي البنيل؟ يعني كلها شهرين ولا ثلاثة مش هتقدري تنزلي الشغل. ليه النحس ده بس؟ اتجوزني يا ابو صوتي. ايه؟ انا معايا ذهب والماس، تتجوزني نتشارك ونشتروا مرسح مع بعض ونكتبوا الولد باسمك. بقى تحملي من الراجل وتحب راجل تاني وانا متجوزك في الاخر؟ طب ازاي؟ احسبها وبراحتك، شوف مصلحتك فين. وعلي بحر ماله؟ اسم الله، لا هو جوزي ولا هو ابويا، واللي بيزمر وما بيغطيش دقن. فكر فيها ورد عليا، وان ما نفعش يا ابن الناس هنشوفه غيرك. استني بس يا اصدقاء، انت قلت هنشتري المرسح بالنص. عصر يا لطيف يا رب. طيب يا يوسف انا جايه لك حالا. جايه له فين؟ لا طبعا. طب ثواني يا يوسف واكلمك عشان الام. هكلمك تاني باي. في ايه يا ماما؟ يوسف بيقول في حريقه قامت في القصر. هو ايه اللي فيه ايه؟ انا هودك ووافقت، لكن هتقعدي تتنططي من هنا لهناك؟ لما تبي تتجوزيه اعملي اللي تعمليه، لكن دلوقتي لا، عندك بيتك وشغلك. ايه اللي جايه لك دي؟ يعني يا ماما بدل ما تسالي حريقه ايه وتطمني عليه، مش هو كويس وبخير؟ يبقى خلاص. يعني هو لازم يجرى له حاجه عشان اروح له؟ في ايه بس اللي مزعلكم من بعض؟ حريقه ايه؟ يوسف يا بابا القصر ولع بيه امبارح وسهر طول الليل يطفيه، بقول لماما روح اطمن عليه بتقولي لا. لا 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 ملهاش حق خالص، انا هطمن عليه بنفسي. وانتي كمان قدام الحمد لله جت سليمه، ريحي ركزي في شغلك، شوفي الحاجات الكتير اللي لازم تخلصيها قبل الفرح ده. في عروسة حتى انها رايحة جاية اسكندرية كده طول الوقت، حتى ما يصحش عشان يشتاق لك شوية. ماشي يا بابا اللي تشوفه. من غير ما تكشري ومن غير ما تزعلي. هو دول يا سيدي تدفي الأوضة. الحقيقة بقى أنا لا فهماك ولا فهماها ولا عايزة الجوازة دي أصلا، اعملوا اللي أنتوا عايزينه، أنا ماليش دعوة. أنت امشي كده وأنت معاه وأنت روح كده. خير، مين حضراتكم؟ احنا الامن بتاع القصر. امن القصر ازاي يعني؟ مين اللي عينكم من غير ما نعرف؟